للتهديد الأخير إنه ظل رصاصة واحدة وبقتلني. تمموا المية وما تريدي أشتم راسي من الغنم. ضرب راسي في المواسير، ضرب راسي في الحجار. أنا انشليت، ما ظلش عندي أقدر أكاوم ولا أقدر أحل أخوي. رصاب هاي 28 مطاطة شلت. أنا تصاوبت وبنت تصاوبت وهذا تصاوب. صار معي طاح الجيش والمستوطنين، الجيش والمستوطنين بلبس الجيش، وأمرهم حرس المستعمرة بأنهم بإطلاق النار علي الطائرة. أنا كنت أرعى أغنام لا أقدر أعيش أنا وعيالي، أنا وعيالي عشرة. لا والله مرات عديدة، مش مرة وتنتين، عديدة. هاي الصورة دي وجهها للكاميرا، ليه دخل الكاميرا وجهها. هاي الصورة يومت ما بكيت، بكى يومت ما بكيت طالع على الأغنام في فارضنا، وصارت الإصابة وهجم علي الجيش والمستوطنين، هجم علي قطعان الجيش والمستوطنين. هاي الصورة، وهاي الصورة مثلها، وهاي الصورة يوم ما هجم علي الجيش والمستوطنين وصابوني وصاب أخوي. أنا بعاني من الوصول لأرضي، وبيجوا بالرغم هيك بيجوا بيعتدوا علي وبيضربوني، بيجي منطقة الجيش بيجي بقول في شيء فيش مشكلة، بيجي جيش ثاني بقتلني وبيضربني، وأرض إنا وبالمي إنا، وإحنا منتخلاش عن أرضنا طبعا. بدهم شلونا، عطلت الولد عن المدرسة مشان يسرح في الأغنام ويقدر أصرف حاله ويعيش، لأنه ما فيش إنا أطعم هنا أخرى. أنا من زمان من زمان زمان قبل ما تيجي السلطة وأنا متعرض للمشاكل هاي، ضرب نار، طاخ، ضرب راسي في المواسير، ضرب راسي في الحجار. أنا سببولي وجع راس دايم، وصرت أخذ دواء يعني أني أهدي راسي برغم أنه بهديش. لما أفتح وجع راس دايم، لما أغمض وجع راس بروح. الإصابات اللي تصابتها في قدام كثير، هذا في الإصابة هاي، الإصابة هاي 28 مطاطة شلتها، بس مطاطة. أما الدور مطاطة أنت عنهم، شو بدهم البلاد بلادنا، وشو بدهم، بدهم يكاسمونا بلادنا، بدهم ما حداش يطلع من الدار لبرا. للتهديد الأخير إنه ظل رصاصة واحدة وبقتلني، وأنا قلت له أنا ما بنسحب من أرضي وما بنسحب من بلادي، وهاي الأرض إنا والبير إنا، وتشل هالمنطقة هاي إنا، أنت ما إلك إشي عنا، اطلع روح على بلادك. والله يا خالتي المعاناة كثيرة، شايف إحنا برضو ابني محمد هذا لا بيطلع له تصريح ولا بيروحوا على إسرائيل ويشتغلوا، إحنا هنا معاناتنا عايشين عاملين بانين غنم، وعنا بكر أشم بكرة، وعنا هالعنزات وعايشين من وراهم. هذا محمد عنده 10، وهذا مأمون عنده 10، وعنا هذول أولاد اللي توفى لخارة وهالختيار، وأنا وبناتي، شايف يعني حوالي 30-35 نفر، شايف والله ما بيجينا من برا شكل إلا هالعنزات وهالأكم بكرة عايشين من وراهن، لا بيخلونا نزرع، لا بيخلونا نعرف نشتري، لا بنعرف، يدوب مكدين حالهم في مونة ولادهم، حتى موني للغنم ما معاهم يشتروا في الوقت الحاضر، ومذيكين علينا من كل المناطق. الاعتقالات السابقة والاعتداءات السابقة، أول إشي أجوا علينا أول ما بدت في 2000 معانا، شايف إحنا طالعين وحطوا سمموا المية وما تبيجي أهتم راسي من الغنم، وبعدين طخوهن، نزلوا طخوهن، والناس جميعياتها بتعرف، وظلت من يومها المشاكل إحنا وياهم، إلنا أرض فوق
ما بندشرها احنا ارضنا ولا بنسيبها، احنا زارعين فيها، بنزرع زعتر، زارعين ميرمية، بنزرع بصل، بنزرع مونة بيتنا في ارضنا. شايف؟ ما بدهم نتواجد في هذيك المنطقة، إلنا بير مي هناك، ما بدهم نطلع عليه، خلعوا الباب، باب البير خلعوا ورموا فيه حجار، ما خلونا نوصله. وهسا إذا واحد بشوفوه هناك على طول بتمشكل معهم، هو أمن المستعمرة اللي حاطط ذكرنا. شايف؟ بيطيحوا بوز الجيش عليه أو بنزل المستوطنين. والله ما في يوم ما بنطلعش، ما في يوم ما بنطلعش، نروح نشوف شو بعملوا فيه، سحبوه، مروه، أخذوه، قتلوه، ضربوه، اعتقلوه. طبيعة إصابات مأمون معظمها بكت في الراس، قتل وفي جريه، الطب يشدقدق في الحجار وفي العصي في المواسير يضربوه. شايف؟ آخر مرة نزلنا هاي في 17-12، صارت 17-12 يوم أربعة يمكن أجت، هو صرح وأخوه رجع، هذا محمد منشان بده يأخذ روح يحرث، الله يعزكم، بدنا نزرع في الأرض اللي فوق يا أبو براء. كلطوا بس ما وصلش الطريق لغاد، حطوا في الخلي هاي ودشروا وراجع يأخذ، الله يعزكم، البغلة منشان يحرث، اللي هو واحد معصيرة بتصل عليه بقول له يا محمد وين رحت انت؟ قال له هيني والله رجعت، الله يعزكم، بدي أجيب البغل منشان نحرث بالها، إما تزرع شوية هالبصل. اللي هو وين رابط له؟ رابط له اللي هو أمن المستعمرة والجنود متخبين وين؟ بين حجار الصوان اللي فوق. ما هو لابس لا جيش ولا لبسة مستوطن ولا معاه سيارة ولا معاه إشي، اللي لابس بنطلون كابوي وقميص أبيض لابس. وين جنب الدار؟ قتل هو وياه، ما في برلوش، دحدلوا عن الحبايل سوا اثنين هو وياه. مع وصلة محمد، محمد بده يوصل، أجا جندي رجاب من غير وضربوا فيها البارودة على راسه. اللي هو برن محمد معاه تلفون، يما والله بكت الساعة 7:30 الصبح، أنا انشليت، ما ظلش عندي أقدر أكاوم ولا أقدر أحل أخوي، تعلم. إحنا طبعا أنا وبناتي وابني الصغير هاد قاعد بحلب في البقرات، دشر الحلابات على البقر وطلعنا نرشد، لقيناهم باطحينه وجهه للأرض، وهو أمن المستعمرة راكب على ظهره وبمسك فيه في شعره بدق في وجهه في الأرض. شايف؟ لقينا الدم من مناخيره والرغى ومن فمه طالعة، صار بده يموت، وجندي على الإجر هاي وجندي على الإجر هاي وجندي على الإيد هاي وجندي على الإيد هاي، وهو راكب عليه ويقتل فيه.